هو صاحب الرأي السديد وذو البصيرة النافذة، لمع اسمه في محافل العلم والمعرفة، وكان له من اسمه نصيب، فإنجازاته تدلل على صلابة إرادته في الغوص في أعماق العلم والارتقاء بمنابره. هو البروفيسور مروان عورتاني، إحدى الشخصيات القيادية المرموقة عالمياً في مجال تطوير التعليم وتحفيز التفكير الإبداعي، وهو قامة علمية ووطنية يفتخر بها الوطن، لا سيما مسقط رأسه بلدة عنبتة التي ترعرع فيها إلى أن التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، واستكمل الدراسات العليا في الولايات الأمريكية في جامعة ليهاي، حاصلاً على الماجستير والدكتوراه في الرياضيات. مسيرة مشرفة خطها البروفيسور عورتاني، فكانت البدايات في جامعة بيرزيت حيث عمل أستاذاً للرياضيات، ومن ثم جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومن هناك إلى أحد أعرق الجامعات الأمريكية، جامعة كورنيل في نيويورك. ولم يقتصر تاريخه الزاخر بالعطاء في التعليم، فهو المؤسس الأول لإلهام فلسطين، كما تولى البروفيسور عورتاني مناصب مهمة عدة محلياً ودولياً، فترأس لجنة الاختيار لجائزة وايز وألف العالمية وبرنامج التعاون الأكاديمي الأوروبي الفلسطيني والفريق الوطني لسياسات البحث العلمي، وهو الرئيس المؤسس للجمعية الفلسطينية للعلوم الرياضية ورئيس الأولمبياد الرياضي، كما عمل قائماً بأعمال رئيس جامعة القدس، وهو الأمين العام لمؤسسة التعليم العالمية في بروكسل، وغيرها الكثير. 21 من شهر أيار عام 2013، يوم مفصلي ونقلة نوعية بدأت في جامعة فلسطين التقنية خضوري، إذ تسلم عورتاني رئاستها فكان رئيسها المؤسس، وبدأ عصر النهضة الشاملة في خضوري. أولاً هي تحمل اسم خضوري، وخضوري اسم عريق أكاديمياً ومهنياً منذ حوالي 100 عام، فكتير مهم أن نكون وفيين لهاي العراقة وهاي السمعة اللي بتميز خضوري برامجها وخريجيها منذ عقود من الزمن. فلم يغفل أي جزئية في إدارتها، فكانت النواة التي رواها بخبرته وعلمه، واستظلت براية اقتصاد المعرفة التي حملها البروفيسور عالياً إلى أن أينعت وامتدت أغصانها وشقت طريقها إلى العالمية. ومنذ اللحظة الأولى وضع نصب عينيه هدفاً واضحاً لا لبس فيه، وهو استكمال بناء جامعة فلسطين التقنية لتغدو وبحق جامعة دولة فلسطين العتيدة للعلوم والتكنولوجيا والحاضنة الوطنية للتعليم التقني والمهني، فبدأ بالإصلاح التشريعي بما يعزز من استقلاليتها وقدرتها على التطور والارتقاء. آمن بأهمية تطوير الكادر البشري في الجامعة، فأنصف موظفيها باستحداث وإنفاذ منظومة المكافأة التطويرية التي عملت على سد الهوى بين رواتب موظفي الجامعة مقارنة بالجامعات الأخرى، ضمن سعيه لاستقطاب الكفاءات للعمل في الجامعة وتحقيق الاستقرار الوظيفي. فازداد عدد الموظفين الإداريين في الجامعة خلال فترة رئاسته لها بواقع 67%، وبلغت الزيادة الإجمالية للكادر الأكاديمي 56%. ولم يكتفي بذلك، فضاعف عدد المبتعثين من الكادر الأكاديمي بأكثر من 6 مرات، وفتح الآفاق لانكشاف الجامعة وانفتاحها للعالمية عن طريق تشجيع الأساتذة على الانخراط في المشاريع البحثية الدولية المشتركة وتفعيل مشاركاتهم في المؤتمرات الدولية التي زادت بنسبة تجاوزت 80%. واستطاع أن يجعل من خضوري حاضنة للمؤتمرات الوطنية والدولية المتخصصة، فاستضافت 25 مؤتمراً حضره المئات من العلماء والمتخصصين من مختلف الجنسيات. وفي عهده تضاعف عدد الطلبة ليفوق 8000 طالب وطالبة، فجعل التعليم حقاً للجميع،
وطالت الإعفاءات والمنح والمساعدات المختلفة أكثر من نصف الطلبة، وحرص على استقبال الطلبة المميزين وتوفير تعليم عالي الجودة ومميز وميسر لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني. وفي فترة ولايته اتسعت البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة على مستوى البكالوريوس والدبلوم بواقع 62%. وفيما يخص الدراسات العليا أطلقت الجامعة 4 برامج ووقعت مذكرة مع جامعة النجاح الوطنية لتطوير برنامج دكتوراه في التكنولوجيا الزراعية الحيوية، وأنشأ عمادة خاصة للدراسات العليا. هذا الاتساع انعكس على البنى التحتية، فأنشئت المراكز والمختبرات التعليمية البحثية، وأطلقت حزمة من المشاريع العمرانية التوسعية التي دخلت حيز التنفيذ، بالإضافة إلى رزمة من المشاريع التطويرية المستقبلية التي تطال مختلف المجالات. ولتحقيق ذلك كله تجمعت الجهود لتوحيد أراضي الجامعة التاريخية، فاستلمت الجامعة جزءاً كبيراً منها، وذلك للترشيد وتوجيه التطوير العمراني والبيئي استناداً إلى الخطة المكانية لخضور 2030 التي وضعت وفقاً للمعايير والممارسات البيئية والصحية الدولية الفضلى. ومن أركان النهضة في الجامعة كان القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء في دمج كليتي العروب ورام الله للبنات، وما كان ذلك إلا حصاداً للتعاون الوثيق والعلاقة المتينة بين إدارة الجامعة ومؤسسات الدولة، لتكون خضور بعهده مظلة للتعليم التقني في فلسطين وجامعة ممتدة من شمال الوطن إلى جنوبه. وبعد هذه المحطات المفعمة بالعطاء التي استطاع خلالها رئيس الجامعة تحقيق رؤيته ببناء جامعة الدولة وجعلها في مصاف الجامعات الوطنية واسماً حاضراً ومنافساً للجامعات العربية والدولية، جدد فخامة رئيس دولة فلسطين أبو مازن بمرسوم رئاسي الثقة بالبروفيسور عورتاني بتعيينه رئيساً للأكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا برتبة وزير، ليكون رافداً فاعلاً في خدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن وجسراً لها نحو العالمية.